ماشي، بسم الله الرحمن الرحيم. هنبتدي يا جماعة المحاضرة. شيست كارديك اكس راي، احنا بس عايزين نتفق ان هو في الاكس راي بيعتمد على الدنسيتي. الدنسيتي اللي هو زي الوان كده. بالنسبة للاكس راي بيبقى في ابيض واسود وبينهم درجات، يعني ايه جري سكيل كده. كل حاجة وليها دنسيتي مختلفة، عشان كده نقدر نميز نقول ده سوفت تيشو ولا ده بون ولا ده، اذا كان نيمونيا، اذا كان ايه الدنسيتي بتاعته بالظبط، على حسب الدنسيتي. يعني الدنسيتي دي وظيفتها ان هي بتحدد البوردرز بين الحاجات وبعضها، اذا كان ده ريب لبوردر معينه، اذا كان ده حاجه. فطبعا الاير دنسيتي هي ايه؟ الاير بيبقى اكتر حاجه راديو لوسنت، يعني ايه حاجه سودة خالص. عشان كده البوست لانكس في الشيست اكس راي بيبقى لونهم اسود عشان مليانين اير. تاني حاجه الفات، يعني ده ترتيب الدنسيتي بالنسبه للماتيريالز، يعني الاير وبعد كده الفات وبعد كده الووتر. دي الدنسيتي بتاعت الووتر، عشان ممكن ساعات في الاكس راي بتاع الناس اللي عندهم اللي هي الهيباتيك بيشنس بنلاقي في اسايتس. فاهم قصدي؟ اسايتس دي بيبقى دي ايه، بنلاقي الدنسيتي بتاع الووتر جوه ماليه البطن، عامله ايه، ديستنشن. ماشي. وفي بعد كده البون دنسيتي، وبعد كده الميتال دنسيتي اللي هي ايه اكتر حاجه بيضه. يعني زي ما شفنا كده، ده الجريدنج بتاعها. الاير ده ناحية الشمال ده least opaque، opaque يعني اسود. ماشي. opaque وlucent يعني ده least opaque وده most opaque. سوري معلش، الopaque، الopaque اللي هي الحاجة اللي بتظهر قوي واضحة، يعني الopaque. ماشي. فبالنسبة للاكس راي فيلم، على باعتبار ان هو بيبقى لونه اسود، بعد الطباعة بيبقى لونه اسود، فبالتالي الحاجة البيضاء قوي هي اللي تبقى ظاهرة قوي. خلاص ماشي. فده يبقى ده الموست اوبيك او الايه، الليست ليوسنت، عكسها ليوسنت. يعني لما نقول حاجه ريديو ليوسنت، يعني حاجه من الدنسيتي بتاعتها قليله قوي، فمش باينه كويس في الاكس راي. ماشي. يعني حاجه سودة قوي، فبالتالي والفيلم برضو اسود، بعد الطباعه بيبقى اسود لانه اسود، فبالتالي ما بيظهروش قوي من بعض. انما الحاجه اللي نقول عليها ريديو اوبيك، ريديو اوبيك يعني بيضه وواضحه في الفيلم. ماشي. زي البون مثلا، زي ما يكون في ستون في الكيدني او اي حاجه، يبقى معمول عليها راديو اوبيك. عشان كده في تو تايبس مثلا من الستونز، في حاجه اسمها راديو اوبيك ستون وراديو لوسين ستون. راديو اوبيك ستون اللي هي بتبقى بيضه قوي واضحه قوي في الاكس راي ومليانه كالسيوم. راديو لوسين ستون اللي هي الستون اللي ما بتبقاش باينه في الكيو بي معانا، يبقى الكالسيوم اللي فيها قليل، وبالتالي الدنسيتي بتاعتها قليله، وبالتالي ما بتبانش معانا في الايه، في الاكس راي. ممكن نعمل كيو بي الحاله مثلا فيها يورين ريتيك اوبستراكشن على وان سايد، نلاقي الاوبستراكشن باين حتى بالصبغه، والستون نفسها او مكان الاوبستراكشن مش باين، بيبقى اسمها ايه، ريديو ليوسنت ستون. خلاص. ريديو ليوسنت ستون يعني سودا فمش باين، ريديو ليوسنت ستون بلاك. ماشي يا جماعه. ليوسنت بلاك اوبيك وايت. خلاص. بالنسبه للحاجات اللي احنا بنبص عليها في الفيلم، اللي هي فيلم كواليتي، عشان يعني ايه نحدد الكواليتي بتاع الفيلم دون. اول حاجه بريزنج، هل هو العيان واخد انسبيريشن ولا اكسبيريشن. ماشي. وعلى حسب بنكتب في العنوان، يعني ممكن نكتب ده اكسبيراتوري فيلم، عشان يبقى الدكتور اللي هيشوف من ورانا الاشعه يبقى فاهم يعني ايه اكسبيراتوري فيلم، يعني ايه انسبيراتوري فيلم. ماشي. لان هنقول بعد كده الاكس راي بينتريشن، يعني ايه اكس راي بينتريشن، هل هو اندر بينتريتد ولا اوفر بينتريتد، والروتيشن هنشوف الكلام ده دلوقتي. يعني دون الانسبيريشن والاكسبيريشن الاثنين عكس بعض. الفول انسبيريشن ده المفروض اصلا الصح اللي احنا نعمله قبل ما نعرض ندي دوز، نخلي العيان نقول له ايه، خد فول انسبيريشن، خد نفس عميق واحبس النفس. ماشي. ليه؟ عشان يطلع لنا اللنج كلها مفروده، فاي باثولوجي يظهر معانا كويس. ماشي. انما ما يكون عامل اكسبيريشن يعني نطلع نفسه على الاخر، لو في حاجه بيزل او حاجه مثلا مش واضحه قوي، هتستخبى معانا. طب احنا ازاي نعرف ان هو عامل انسبيريشن او اكسبيريشن؟ بنعد الريبس. ماشي. بنعد الريبس. المفروض الطبيعي او النورمال ان السكس ريب انتيريورلي هو اللي يعمل ايه، هو اللي يعمل ترانسكشن مع الدايفرام. السكس ريب انتيريورلي او التنس ريب بوستيريورلي. خلاص. الكلام ده برضو هنشوفه بعدين. البنتريشن يعني ايه بنتريشن، يعني كميه الدوز اللي احنا بنديها الاكس راي، قوة الاكس راي اللي احنا بنديه للعيان. ماشي. وعشان يطلع لنا الصورة. ماشي. لو ادينا له دوز عالية قوي يعني ايه، هنحرق السوفت تيشو ونبين الايه، العظم، الحاجات اللي هي ايه، اللي دي ستات عالية بس.
لو ادينا له دوز قليله قوي هتبين سوفت تيشو قوي والايه والبون هيتحرق. فالمفروض ان احنا نعمل بين الاثنين دول. دي بيقول لك ويز كوريكت اكسبوجر يو شود بيرلي سين. بالنسبه للاكس راي احنا ازاي نحكم ان هو كوريكت بنتريشن، لا هو اوفر اكسبوجر ولا اندر اكسبوجر، او اوفر بنتريشن اندر بنتريشن، ان هو المفروض الفيرتبرال كولم يبقى بيرلي سين، يعني نشوف خيال بتاع الفيرتبرال كولم ورا الارض ماشي، ما نشوفش تفاصيل الفيرتبرات، يعني مجرد ان احنا نشوف خيال الفيرتبرال كولم ورا الارض ماشي. دون مثلا مثال للاوفر بنتريشن، هنا التفاصيل الفيرتبرات واضحه من ورا الارض ماشي، السوفت تيشو بتاع اللنج محروق ماشي مش باين. إيه عشان كده لو في اي باثولوجي قليل سبت الباثولوجي او اي حاجه زي ايرلي نيمونيا او اي حاجه ممكن تتحرق معانا ماشي، ما تبانش معانا. دي اسمها اوفر بنتريشن. خلاص بنعرفها ازاي؟ ان الايه حدود الفيرتبرات باينه ورا الهارت. خلاص هو لو حدش فاهم حاجه يقول يا جماعه، لان انا حاسس انتوا مش فاهمين مش عارف ايه ماشي. وبعد كده ايه الاندر بنتريشن بقى؟ زي ما قلنا اندر بنتريشن ان هو ان احنا بندي دوز قليله وبالتالي السوفت تيشو بيبان قوي معانا ماشي يا جماعه. زي مثلا الكاردياك شادو باين قوي، الفيلم نفسه اللنج باينه قوي، انما البون نفسه مش باين. فاحنا المفروض نعمل بين الاثنين، احنا المفروض نعلق على اللنج ونعلق على البون. خلاص يعني المفروض ده يبقى باين معانا وده باين معانا. ده بالنسبه للبنتريشن. شوف دون اوفر اكسبوجر ازاي، يعني ده اوفر بنتريتد ماشي وده اندر بنتريتد. هو واضحه كده يا جماعه؟ تالت حاجه الروتيشن. الروتيشن يعني العيان لما يجي نعمل له اكسبوجر، الكلام ده هنشوفه ازاي في التصوير نفسه في صور. يعني الروتيشن يعني العيان المفروض يبقى متسنتر في النص بالظبط وهو قبل ما يتصور. طب احنا نحكم ازاي على الفيلم ان ده العيان هل هو متسنتر بالظبط ولا هو مال روتيتد يمين او شمال؟ ماشي، نحكم ازاي على الفيلم يبقى قدامنا فيلم؟ عن طريق اللي هي ايه، اللي هي سنترد ايكوال ديستانس بتوين الميديال اندز اوف ذا كلافيكل. يعني نشوف الميديال اند بتاع الكلافيكل دي والميديال اند بتاع الكلافيكل دي بالنسبه للسباين، السباين اللي هي سباينس بروسيس بتاع الفرتبرا، هل هم عند ايكوال ديستانس ولا في واحده اوسع من الثانيه؟ ماشي، لو واحده اوسع من الثانيه يبقى هو لفف في ناحيه الايه. ما دام في ايكوال ديستانس بين السباينس بروسيس وبين الميديال اند بتاع الكلافيكل دي والكلافيكل دي يبقى هو كده ايه سنترد. خلاص دي مثلا مثال ان هو ايه مال روتيتد، ان انت تشوف الميديال اند بتاع الكلافيكل دي والميديال اند بتاع الكلافيكل دي ودي السباينس بروسيس، الديستانس هنا مش قد الديستانس هنا. خلاص يا جماعه يبقى ده ايه مال روتيتد. يبقى اما يجي فيلم عندنا الصح ان انت تكتب في، يعني هو طبعا مش بايد كل عيان ان هو يبقى عامل كل حاجه بالظبط. الشيست اكس ري بالذات بيبقى فيه فلسس كتير ليه؟ عشان غالبا بيبقى العيان ريكومبنت سوباين، عيان يعني تعبان مش قادر ياخد وضع الايه؟ وواحد عجوز طفل الكلام ده كله. فانت المفروض انت لما تيجي تعمل انتربريتيشن للفيلم تقول يا جماعه الفيلم ده مال روتيتد، الفيلم ده اكسبيراتوري فيلم، يعني هو مطلع نفسه ليه؟ لان الحاجات دي ممكن تدي فولس، يعني فولس امبريشن، فولس بوزيتيف امبريشن. يعني ممكن في الاكسبيريشن دون تقول مثلا ان في افيوجن، ممكن في مش عارف ايه ماشي، فاهمين يا جماعه؟ او ان في كارديك انلارجمنت او في اي حاجه ماشي. فانت تقول تفهم، تكتب في العنوان كده اكسبيريتري فيلم، تكتب مثلا مال روتيتد فيلم عشان يبقى فاهم. لان المال روتيشن ممكن يعمل ايه؟ بيخلي وان لونج اسود من الثاني، بيخلي اللونج اللي ناحيه الفيلم هو بقى مال روتيتد كده مايل كده، اللي ناحيه الفيلم اللي قريبه للفيلم سودا واللي بعيد عن الفيلم بيضه، مبيضية سنة. يعني في فرق في الايه؟ في الاوباستي. وبالتالي لما حد يجي يشوفها لو هو مش فاهم ان ده مال روتيشن، ممكن يجي في اللنج اللي هي ايه مبيضية دي يقول لك لا ده في ديفيوز نيمونيا هنا او في مشكلة معينة هنا، فاهمين قصدي؟ فهو لازم يبقى اورينتد عشان نحدد الكواليتي ايه وايه وايه وايه. خلاص؟ بالنسبة للبوزيشننج بقى بتاع العيان، طبعا ال 12 ستيبس قلنا ايه؟ هناخد النيم والديت مش كاتبين هنا مش عارف اللي هو دي المفروض بريفيوس اكزامينيشنز ماشي. ايه التايب بتاع الفيو اللي احنا عايزينه؟ هل هو هنشوف الفيوز اول والتايبس بتاعتهم كلهم، كل واحد ايه ميزته عن التاني او ايه ليه بنعمله. بعد كده هنتكلم عن الكواليتي، يعني دي سوري اللي هي بري ريد النيم والديت والايه والاولد فيلم
خلاص previous history يعني. وبعد كده what type view، هنختار انهي view. بعد كده طلع لنا الفيلم، هنحدد ال quality على اساس ايه؟ على اساس ايه يا جماعه؟ زي ما قلنا penetration inspiration rotation angulation. angulation يعني يعني ايه؟ كده وكده يعني، التانية دي اللف روتيشن كده، والتانية انجوليشن يعني ايه؟ يكون مايل يمين او شمال يعني. خلاص بعد كده هنحدد، بعد خلاص قلنا الكواليتي وكتبنا العنوان بتاعنا على حسب الكواليتي دي، هنبتدي نعمل انتربريتيشن. هنبص على ايه؟ السوفت تيشو والبون ستراكشرز، يعني السوفت تيشو والبون ستراكشرز زي ما قلنا، اللنج والهارت والكارديك شادو والبون ستراكشر اللي هو ثوراسيك ثوراسيك كيج يعني. وبعد كده هنبص على الميديستاينم والدايفرام واللنج فيت. خلاص ايه الستيبس اوف اكزامينيشن؟ يعني انت جالك العيان بيقول لك انا عايز اعمل ايه؟ الفحص الفلاني. ماشي، اول حاجه ديسايد ذا كاسيت فورمات اند بوت ذا كاسيت ان ذا كاسيت هولدر. يعني اول الكاسيت ده اللي هو ايه؟ ده حاجه كده بيبقى جواها زي الفيلم او المستقبل بتاع الاشعه. ماشي، في المنظر ده دون ده اسمه كاسيت هولدر. ماشي يا جماعه، ده اللي بنحط فيه. انتوا شفتوا قبل كده حد بيعمل اي حاجه يعني اكس راي او كده؟ صح، ده اسمه كاسيت هولدر. في فتحه كده بنحط فيها الايه؟ كاسيت اللي هو مستقبل الاشعه او مستقبل الصور. ماشي، الكاسيت ده بيبقى مستقبل الصور وبيبقى ليه احجام مختلفه على حسب نوع الفحص اللي احنا عايزينه. يعني لما يجي طفل مثلا مش هنستخدم مثلا فيلم كبير يعني كاسيت كبير، هنستخدم له حاجه اصغر. ماشي، فحص مثلا شيست بنستخدم مثلا حجم معين. ماشي، غير فحص مثلا لامبو ساكرال ممكن نستخدم حجم تاني وهكذا. فاهم قصدي؟ الاسقال مثلا بنستخدم لها حجم اقل من مثلا الشيست، كل حاجه على حسب حجمها. فيبقى ده اسمه كاسيت هولدر. انت قال لك مثلا انا عايز اعمل ايه؟ الشيست اكس راي ده بوستر انتيريور فيو او اي حاجه. هتقول له خلاص يبقى انت راجل كبير وعايز تعمل شيست، يبقى خلاص هنجيب لك ايه؟ الكاسيت اللي هو 14 في 17 انش. خلاص، هما في ثلاث احجام، الحجم الرابع ده مش متداول اللي هو 14 في 14 انش اللي هو مربع. ماشي، ده مش متداول او مش موجود قوي. ال 14 في 17 انش ده اكبر حجم اللي هو الكبير كده. خلاص، ده بالنسبه للشيست لازم اقول له ايه؟ بيبقى مستطيل كبير كده. خلاص، ده اكبر حجم. وبعده اللي على طول اللي هو 10 في 12، وفي اللي اصغر منهم اللي هو 8 في 10 انش. خلاص، زي ما قلنا بالنسبه للستبس، اول حاجه ديسايد ذا كاسيت فورمات. فهمنا يعني ايه كاسيت فورمات؟ يعني حجم الكاسيت. خلاص، واضحه؟ اند بوز ذا كاسيت ان ذا كاسيت هولدر. شفنا كاسيت هولدر، اعمل بوزيشننج، جود بوزيشننج للبيشنت. هنعرف ازاي هنعمل له ايه؟ جود بوزيشننج يعني نوقف العيان ازاي، نخليه يحط ايده فين، الكلام ده كله. ادجاست السنتر بوينت. السنتر بوينت يعني هي النقطه اللي يبقى عليها ايه؟ السنتر بتاع الصوره. ماشي، عشان دي لما يعني ايه، لما تحدد النقطه دي مظبوط هيجي معاك الفيد كله مظبوط، مش هيجي معاك لانج مقطوشه من جنب ولا لانج، فاهمين؟ ولا حاجه عاليه ولا حاجه واطيه، يعني دي السنتر بتاع الصور. خلاص يا جماعه، وكل فحص عندكم في الاكس راي هتلاقي، انت كده في المذكرات او الكتب اللي عندكم هتلاقي كل فحص ليه سنتر بوينت، كل فحص ليه سنتر بوينت. ماشي يا جماعه، يعني مثلا هيقول لك مثلا السكال هتلاقي السنتر بوينت بتاعه اللي هي اكسبتال بروديوبرانس وراين، الشيست اكس راي مثلا اللي هي الايه سترنال انجل هنا. يعني كل حاجه ليها سنتر بوينت لازم تبقى عارفها وحافظها. خلاص، تاني حاجه الاف اف دي. يعني ايه الاف اف دي؟ يعني اللي هو الفيلد فيلم ديستنس، فيلد فيلم ديستنس. وفي الاف اس دي اللي هو فيلد سبجكت ديستنس. خلاص، واضحه؟ يعني ايه الفيلد فيلم ديستنس والفيلد سبجكت ديستنس؟ الفيلد فيلم ديستنس اللي هو الديستنس بين الفيلد اللي هو السورس التيوب بتاع الاكس راي والفيلم نفسه. ماشي، دي اسمها اف اف دي، فيلد فيلم ديستنس. امال اف اس دي اللي هو الفيلد سبجكت اللي هو البني ادم نفسه ديستنس. ليه في دي وليه في دي؟ لان احنا مش لازم نحط العين هنا، ممكن نحطه في النص هنا. ماشي، يبقى الاف اف دي غير الاف اس دي، يعني هنا مش عشان قريبين من بعض يبقى في، فاهمين قصدي؟ احنا بنحتاج الحكايه دي في ايه؟ بنحب نعمل ماجنيفيكيشن، يعني بنبعد العيان شويه عن الفيل، يعني بنصغر الاف اس دي يعني المسافه بين التيوب والعيان لما نحب نعمل ماجنيفيكيشن. ماشي، اللي ازاي بيحصل ماجنيفيكيشن؟ انت عارفين الاكس راي ما بيبقاش بيم مربع كده، بيبقى ايه؟ عنده شويه
يعني طالع شويه كونفرجنس ماشي. فانت لما ما تخيل ان هو بيم كده طالع بالعرض كده، انت لو حطيت العيان لزقت في السورس كده هياخد على قد الايه بتاع، انما لو بعدت شويه هتاخد اكن ظل ليه، هيكبر السور. فهمتوا يا جماعه؟ فهمت يعني ايه ماجنيفيكيشن وايه الفرق بين الاف اف دي والاف اس دي؟ اند جود كوليميشن. الكوليميشن دي في التيوب اللي هي السورس بتاع الاكس راي بيبقى في حاجه زي العين اللي بتقفل وتفتح ماشي، عشان تتحكم في حجم البيم اللي انت عايزه. ممكن تعمل كوليميشن كده، حاجه بتتلف كده تقوم ايه مقفوله زي العين كده، زي الايريس كده. ها اللي فيها الدايفرام، اي هي دايفرام ماشي ماشي. الدايفرام بيقوم قافل كده بيخليك بيم صغير، وتكبره بقى ايه بيم كبير. خلاص وبعد كده ادجاست بيم فاكتورز. يعني ايه بيم فاكتورز؟ انا خلاص عملنا حجم البيم، عرفنا حجم البيم قد ايه، يعني حطينا الفيلم الاول، عرفنا حجم الفيلم، حطينا الفيلم، ظبطنا البوزيشن بتاع العيان، عرفنا السنتر بوينت بتاع العيان هي ايه ماشي. وبعد كده حددنا المسافه بين الفيلد وبين العيان او بين الفيلم اف اف دي، وعملنا كوليميشن حجم البيم. طب حجم البيم، قوه البيم بقى، هنتحكم في قوه الاكس راي اللي طالعه. هي دي الفكره اللي طالعه منها الاوفر بنتريشن والاندر بنتريشن ماشي يا جماعه. يعني الاكس راي ده ليه حجم، البيم ليه حجم وليه قوه، عامل زي اكن واحد بيدي واحد بوكس، البوكس ده ليه قوه ماشي يا جماعه، اعتبروها حاجه زي كده. يعني اللي بيعتمد ايه البيم فاكتورز اللي هي كيلو فولت وملي امبير ماشي، الكيلو فولت وملي امبير بيفرقوا ازاي. يعني لما بنعلي كيلو فولت وملي امبير قوه الاكس راي بيم بتبقى قويه، يعني بتبقى شديده. لما بنقلل كيلو فولت وملي امبير قوه الايه الاكس راي بيم بتبقى قليله ماشي يا جماعه. طب احنا بنحتاج في ايه ان احنا نعلي ونوطي؟ والله لو يعني هي المفروض برضو كل حته في الجسم على حسب المكان دون بيبقى متحدد، يقول لك كيلو فولت كذا والملي امبير كذا، خلاص 60 20 مش عارف كام كام، هتلاقي ايه مختلفه، هتلاقيها مختلفه من مكان لمكان. على حسب ايه يا جماعه؟ على حسب الدنسيتي. شاطر. يعني الحاجه اللي فيها بون كتير، الحاجه اللي فيها بون كتير زي السكال عمرها ما يبقى كيلو فولت وملي امبير بتاعها زي الايه، الحاجه اللي فيها هواء كتير زي الشيست. الحاجه اللي فيها بون كتير زي السكال هنحتاج ان احنا نعلي ايه كيلو فولت وملي امبير صح، عشان نقدر نعمل بنتريشن كويس للحاجه دي. انما الحاجه اللي فيها هواء كتير هتفرق، هنقلل بالكيلو فولت وملي امبير، وهتفرق كمان في البوسترو انتيريو فيو واللاترال فيو زي ما احنا هنشوف بعد كده ماشي. يبقى عرفنا كيلو فولت وملي امبير بتحدد الايه قوه الاكس راي بيم اللي طالعه، درجه البنتريشن اللي هيحصل. خلاص عشان كده بيقول لك اوفر بنتريتد، يعني قوه الاكس راي بيم قويه قوي، احنا معليين فاكتورز قوي كيلو فولت وملي امبير، وبالتالي عملت بنتريشن قوي، وبالتالي حرقت السوفت تيشو في الصوره، حرقت السوفت تيشو، قللنا قوي يعني الاكس راي بيم ضعيفه قوي، فيعني ما قدرتش تختار كويس، فبالتالي ايه وبالتالي بيبقى اندر، بيبقى اسمها اندر بنتريشن. خلاص يا جماعه. والفرق بين الكيلو فولت وملي امبير واحد منهم كواليتيتيف وواحد منهم كوانتيتيف، ده الكلام ده تعرفوه في فيزيكس. يعني ايه كواليتيتيف وكوانتيتيف؟ لو افترضنا ان الاكس راي بيم دون عباره عن مجموعه من الكور ماشي، الكيلو فولت دون هيبقى هو حجم الكور اللي طالعه، يعني الكور صغننه، الكور صغيره ولا كبيره ماشي. الملي امبير هيبقى عدد الكور دي قد ايه. خلاص يعني واحده كواليتيتيف وواحده كوانتيتيف، في العدد اللي هو كوانتيتيف، الحجم ده هو كواليتيتيف. خلاص تيل ذا بيشنت تو تيك اي دي بريس اند هولد ذا بريس ان. طبعا احنا زي ما قلنا ايه، لازم خد نفس جامد واحبسه. خلاص واضحه عشان يبقى ايه انسبيريتور في الموضوع مظبوط. اكسبوز يعني ادي الجرعه، خلاص عملت كل حاجه ادي الجرعه بتاعتك. تيل ذا بيشنت تو بريس ايه نورمالي، خلاص بقى خلصنا الفحص بتاعك. خلاص يا جماعه عرفتوا الخطوات، نراجعها تاني بسرعه على الصوره. هنجيب الكاسيت، نحدد حجم الكاسيت، احنا النهارده طبعا بنتكلم شيست، فهنتكلم عن كله شيست، مش هنتكلم على سكال ولا سباين ولا مالناش دعوه، فاهمين قصدي؟ انا بقول لكم جبنا الكاسيت قلنا 14 في 17 حجمه بالنسبه للادلت، حطينا الكاسيت في الكاسيت هولدر،
ماشي، وقفنا العيان في البوزيشن مظبوط، قسنا المسافة، أو طبعا التيوب دي بتتحرك قدام وورا، يعني احنا بالمسافة دي التيوب ده أصلا متحركة قدام وورا ماشي، وبأنجلز وحاجات كده معينة. المسافة دي قلنا ايه، تبقى في حدود متر ونص، خلاص في البوستر اند ريفيو بتبقى في حدود متر ونص. الحاجات دي كلها بتتحفظ طبعا. الاكس راي تيوب دي بيبقى فيها نور، يعني في زرار كده بتاع النور، بتتكي على الزرار ده بيطلع لك صليبه كده، الصليبه دي بتحطها على السنتر بوينت، فاهمين يا جماعه؟ في انواع بتطلع فريم كده كبير وفي وسط الصليبه، وفي نوع بيطلع الصليبه بس، الصليبه بتحطها على السنتر بوينت اللي انت محددها مسبقا، انت عارف هي ايه، خلاص يا جماعه. بالنسبه للبوستر انتيريور فيو هي السباين بتاع دي 4، السباين بتاع دي 4، الكلام ده كله مكتوب في الكتب وهتلاقوه في اي حاجه يعني. فاحنا بنعد السباين، اخر سباين اللي هي 9 مثلا سيرفايكال، سوري 7 سيرفايكال 7 سيرفايكال، وبعدين نعد 1 2 3 4، يبقى هي دي ايه السنتر بوينت بتاعها، خلاص اللي هي ايه معمول عليها الصليبه دي، خلاص يا جماعه. احنا بالنسبه للبيشنت احنا قلنا بقى طبعا فور كويت انسبيريشن اللي هي بوستر انتيريور فيو ولاتر فيو. احنا الاول بالنسبه للبوزيشنز عايزين نعرفهم هم ايه. في حاجات اسمها الروتين فيو والسبيشال فيو. الروتين فيو دي اللي هي افري دايز ورك، اللي هو كل يوم بنستخدمها، ماشي يا جماعه، اللي هي طبعا البوستر انتيريور فيو ده هو ده الاصلي، ده اللي هو الايه، ده الاصل اللي بيتعمل في الانسان الصحيح، اللي هو مش عيان ولا تعبان ولا طفل ولا اي حاجه. الانسان واحد جاي لك ادلت وبيقول لك انا عايز اعمل اكس اري، هو بوستر انترفيو، خلاص هو ده المعروف. حتى لو الدكتور ما طلبلكش انت هتقول له بوستر انترفيو، مش كاتب لك في ورقه مثلا بوستر انترفيو اللاتر بتاع، هيبقى هو ايه بوستر انترفيو. وبعد كده اللاترال فيو، اللاترال فيو بنعمله امتى؟ لما يكون بوستر انترفيو في حاجه مشككانه، مش لازم يعمله في كل الاحوال، هو طبعا المفروض يتعمل ده مع ده بس مش لازم في كل الاحوال، يعني بوستر انترفيو هو ده ايه؟ ده الاساس، ده اللي بيتعمل في كل حاجه. اللاترال فيو، طب الانتروبوستيريور فيو بيتعمل امتى زي ما قلنا؟ لما يكون بيشنت ريكامبنت او سوباين او طفل، فمش هنعرف ان ايه نمسكه لو بحيث ان هو يعمل بوستر اند ريفيو. في سبيشال فيوز بقى اللي هي الحاجات اللي ساعات بنعملها وساعات ما بنعملهاش، وهي طبعا الحاجات دي اوبسوليت دلوقتي ما عادش بتعمل خالص، يعني انا مش بقول لكم عشان حاجه، بس هو دلوقتي عشان سي تي اي حاجه شاكين فيها في الاكس ري بوستر اند ريفيو السي تي على طول، مش هنقعد اقول له بقى اعمل لي اللوردوزك ولا اعمل لي مش عارف ايكوجرام ولا الكلام ده كله، بس الكلام ده انت لازم تعرفه طبعا عشان امتحانات الكلام ده يعني. في طبعا اللوردوتيك والابيكوجرام واللاترال ديكيوبيتاس والاوبليك فيو ماشي، والبينيتريتد والماجنيفايد، خلاص يا جماعه هنفهم يعني ايه. والبينيتريتد والماجنيفايد دول حاجات يعني سبيشال قوي بنحتاجهم في حاجات معينه، وانا فاهمكم ايه فكرتهم يعني. بوسترو انتيرو فيو بقى واللاترال فيو اللي هي حاجات الروتين، قلنا بوسترو انتيرو ولاترال، بوسترو انتيرو فيو ولاترال فيو والانتروبوسترو فيو ماشي. السنترال بوينت في البوسترو انتيريور فيو يعني العيان، بوسترو انتيريور فيو يعني ايه، بتتحدد على ايه بوسترو انتيريور ولا انترو بوسترير؟ من مكان دخول الاكس راي وطلوعه، يعني في البوسترو انتيريور الاكس راي هيخش من ظهره من ورا ويطلع من قدام، خلاص يا جماعه، بقى اسمها بوسترو انتيريور، ده اتجاه الاكس راي بيم، خلاص يا جماعه. انترو بوسترير يعني ايه، هيخش من قدام ويجي من ورا، خلاص يا جماعه. وبالتالي البوسترو انتيريور فيو السنترال بوينت يبقى هو ظهره للاكس راي بي تيوب، وبالتالي سنترال بوينت هيبقى دي 4، خلاص من ورا السباين بتاع دي 4. طب لو هو لاترال فيو بقى انتوا تتوقعوا ايه من قبل ما نبص على الصوره؟ هيبقى الميد بوينت بتاع الاكزيل، هو طبعا لاترال فيو هيبقى واقف كده، يعني اكس راي بي ما يخش من هنا ويطلع من هنا، خلاص هو واقف كده وده الكاسيت اهو ماشي، فبالتالي هيبقى ايه الميد بوينت بتاع الايه؟ الاكزيل. بالنسبه للكاسيت 14 14 زي ما قلت لكم ما بيستخدمش اصلا، مش موجود 14 في 17 انش، ده اللي هو المعروف واللي بيستخدم على طول. بالنسبه للاطفال هنستخدم 10 في 12. الاف اف دي اللي هي ايه؟ فيلد فيلم ديستنس، صايمين ولا في ايه يا جماعه؟ فيلد فيلم ديستنس ماشي؟ بيبقى 150 سنتي بالنسبه للبوستر انتيرو فيو و100 سنتي بالنسبه للاترال فيو، خلاص يا جماعه؟ والفاكتورز بيبقى هنا 65 20 وهنا 75 30. طب ليه هنا اعلى من هنا؟ ليه اللاترال اعلى من البوستر انتيريور؟ مور دنسيتي ومور سيكنس، يعني العيان كده مش زي كده، الاكس راي بيم هنا هيخترق الجزء ده سيكنس ده،
انا اكس 3 بي من هنا هيخترق السيكنس ده كله، فبنزود الايه قوه الايه الاكس 3 بي. خلاص يا جماعه، فبالتالي ليه لا الحاجات دي بتصير، خلي بالكم يعني اقول لك ليه زودنا الكيلو فولت وملي امبير في اللاترال فيو عن البوستر اند ريفيو، تقول له عشان كذا كذا، عشان زودنا السيكنس بالتالي لازم نزود قوه الاكس 3 بي. خلاص، ده البوستر اند ريفيو اهو، زي ما قلنا العيان بيبقى واقف طبعا صدره لازق في الكاسيت هولدر، ماشي، الكاسيت هولدر بيبقى 2.5 سم فوق، يعني الابر ايدج بتاعه 2.5 سم فوق الشولدر. خلاص، والعيان لازق زي ما قلنا، الهانز بقى يا اما في الوسط يعني عامله كده في الوسط، يا اما فوق دماغه. طب ليه؟ عشان نبعد الاسكابيولا، شاطر، عشان نبعد الاسكابيولا عن الفيو، ما يبقاش الاسكابيولا جايه على اللنج، فبالتالي لو في اوبست ما اعرفش ايه تشوفها كويس، يا اما كده بنعمل وينجنج للسكابيولا، خلاص، يا اما نبعدها خلاص كده. اوكي، ده بالنسبه للبوستر انتيريور فيو. طب قلنا ذا توب اوف ذا لانج ماست بي فيزيبل، الحاجات اللي هي طبعا بقى الفنيين التعبانين اللي تلاقيها مقطش لك اللانج من فوق، قطش لك كوست فرينك انجل من تحت، ماشي، الحاجات دي بيقول لك يعني دي ايه الحاجات اللي تبص عليها برضه. التوب اوف ذا لانج ماست بي فيزيبل، الروتيشن طبعا زي ما قلنا قبل كده، الاكسبوجر ات فول انسبيريشن، يعني فول انسبيريشن ازاي نعرفها، زي ما قلنا ان الريب من ورا العشرة يبقى قطع اللي عامل ترانسكشن للدايفرام، او الريب السادس من قدام. طب تعالى نعدهم مع بعض، ده الريب الاولاني، ده التاني، ده التالت، الرابع، الخامس، السادس هو اللي معدي ايه عامل ترانسكشن للدايفرام، ده من انتيريورلي كده، انتيريور بيبقى مايل ومن ورا بيبقى هو ده، يعني ده كده بوستيريورلي وكده انتيريورلي، بوستيريور اللي بيبقى ستريت كده وبيبقى جاي ايه انتيريور اللي مايل لقدام. خلاص يا جماعه، وبالتالي الريب السادس، طب لو لقينا الريب السادس مش يعني مثلا الريب الخامس هو اللي قاطع الدايفرام او الرابع مثلا، يبقى هو مطلع نفسه في ايه اكسبيريشن. طب لو لقينا العكس، لقينا الريب السابع او الثامن هو اللي قاطع الدايفرام، انفيزيما، صح، شكرا، كرونيك اوبستركت بالمونري ديزيز او انفيزيما، بيبقى في اوفر انفليشن للبوست لانجز، وبالتالي الدايفرام بقى نازل تحت خالص. خلاص يا جماعه، ده اللاترال فيو زي ما قلت لكم اهو، وايديه يا اما فوق دماغه يا اما قدامه كده زي ما احنا ايه قلنا. خلاص، والسنترال بوينت اللي هي ايه الميد بوينت اوف ذا اكزيل. خلاص يا جماعه، وده اللاترال فيو منظر اهو، ستريت لاترال فيو اوف ذا ستيرنوم. يعني ايه ايه برضو كرايتيريا بص عليها في اللاترال فيو، ان هو ستريت لاترال فيو اوف ذا ستيرنوم، يعني انت اللي هو العيان ده مش ديت لاترال، يعني مش لاترال بالظبط، مايل سن كده او مايل سن كده، انت هتشوف الشادو بتاع الاسترنوم، لكن فاهمين قصدي؟ انما لو هي جايه لاترال بالظبط ديت لاترال، هتلاقي الاسترنوم عباره عن ايه؟ عظمية رفيعه كده، صح؟ يعني لا، مش باين منها غير الايه؟ اللي هو الجزء بتاعها اللي هو اللاترال فيو. ميك شور ذا توب اوف ذا لانج واللور بارتس ار فيزبل، برضه نفس الكلام. طب في اللاترال فيو مين اللي شاطر هيقول لي بقى ليه الحته دي دنس والحته دي بيضاء؟ عشان السكابيولار شادو، شاطر، السكابيولار شادو فوق مخلي الحته دي بيضاء وبيضيه، والحته دي مسوديه لان فيها لانج، ماشي. طب في ساعات بقى بيقوم حاطط لك فيلم، الفيلم ده يعني ايه، دي بيضاء ودي بيضاء، يقول لك الفيلم ده فيه مشكله ولا ما فيهوش مشكله، طبعا ما بقاش باين حاجه خالص، يعني هو اوريدي الحته دي بيضه والحته دي بيضه وانت مش في دماغك، وشايف برضو الفرتبرا وشايف كل حاجه، ده معنى كده ايه؟ ان في اوباستي هنا، اوباستي هنا، ماشي، في اللور بوستيرور زون بتاع اللانج، يعني في الجزء اللي هو كورنر الوراني اللي فوق الفرتبرا ده، دون في ايه؟ في هنا اوباستي، ممكن يبقى نموني، يبقى اي حاجه، المهم انت فهمت الفكره، يعني ان هو فوق بيبقى ابيض تحت اسود، ده اللي ريفيو. خلاص يا جماعه، الانتروبوستيريو فيو بقى قلنا ايه الانتروبوستيريو فيو، ايه الفوائد بتاعته؟ الاساس طبعا ريكومبت بوزيشن والانفنت واليانج تشايلد، اللي هو يعني الاطفال والناس اللي هم تعبانين ما يقدروش يتحركوا، الناس اللي تعبانين اللي بيبقوا على السرير، اللي يقول لك ايه هروح اجيب له اكس راي بورتابل، فكرته ايه؟ ان هو بيقوم حاشر الكاسيت، طبعا لا في كاسيت هولدر ولا الكلام من ده بقى، ماشي، بيقوم حاشر الكاسيت ورا ظهر العيان، يعني رافعين العيان حاطين ورا الكاسيت، ويقوم ايه موجه التيوب من قدام كده، وهو العيان نايم. خلاص، انفانت طبعا الاطفال، ليجن ان ذا بوستيريور لانج زون، في حاجه مهمه لازم تفهموها في الاكس ري عامه، في كل الاوضاع وفي كل حاجه، يعني في كل بالنسبه للسكالب بالنسبه لاي حاجه، الحاجه اللي احنا عايزين نركز عليها قوي لازم تبقى لازقه في الفيلم قوي، يعني في نوز فراكشر مثلا،
نخلي النوز لازقه عشان نعملها ماجنيفيكيشن، يعني نركز على الحته دي قوي نخليها لازقه قوي. طب لو في فرونتال فراكشر نخلي دي لازقه قوي. يعني الحاجه اللي عايزين الباثولوجي، الحته اللي فيها باثولوجي عايزين نركز عليها قوي نخليها هي اللي ايه ناحيه الفيلم، ناحيه الفيلم مش بعيده عن الفيلم. فلو في باثولوجي شايفينه احنا في البوستيرور لانج زون، يعني في الجزء الوراني بتاع اللانج، يبان معانا احسن. ازاي؟ انترو بوستيرور، يعني الجزء اللي فيه باثولوجي لازق في الفيلم. خلاص يا جماعه واضحه كده؟ وبالتالي الليجنز لو احنا شايفين ان في ليجن في البوستيرور لونج زون يبقى احسن ان احنا نعمل انترو بوستيرور مش بوستيرو انتير. خلاص؟ او حاجه في البوستيرور تشيست وول هي هي، يعني يا اما في اللانج نفسها سوفت تيشو او البون بوستيرور تشيست وول، بوني تيومر، بوني اي حاجه طالع من ورا نخليه ايه برضو مش نقوم عاملين له كده، لان كده ايه اول حاجه باثولوجي هيبقى بعيد، هيبقى قدامه استراكشرز كتيره، اخر حاجه ان هو يبقى صغير، يعني مش هيبان معانا ايه كويس. ده الانترو بوستيرور فيو، هو مش لازم يبقى قاعد، يعني هو الصوره هنا عاجبين له قاعد بس احنا واقف عادي ماشي. السنترال بوينت بتاعنا ايه هنا بقى اللي قصاد الدي دي 4 من ورا سباين سترنال انجل. خلاص يا جماعه الاسترنال انجل اللي هي بين المانيبرم السترنال والايه والبودي بتاع الاسترنال ماشي. ونفس الكلام العيان هنا حاطط ايده جنبه بس هو ده مش مظبوط، هو برضه نفس الكلام يا كده يا كده. خلاص في كل الحالات عشان نفس الكلام عشان نبعد الاسكاب. خلاص ده طبعا عيان للنايم اللي هو الريكامبنت، يعني ده الطفل في واحد ماسكه من ورا ماشي وهما بيصورون قدام عشان يبقى واحد مثبته. طبعا الطفل بيقعد يتحركوا يعملوا وبرضه يا اما تنيمه، يعني عارفين طبعا الحاجات دي كلها بتتقلب، يعني الكاس دي يتقلب والحاجات دي كلها ممكن تتقلب عادي، فنقوم منيمينه واحد ماسكه من فوق واحد ماسكه من تحت. ده منظر الانتروبوستيرو فيو في الاكس راي. حد جه يحب يسالكم يقول لكم ايه الفرق، او بلاش ايه الفرق، انا حاطط لك فيلم قال لك ده بوستيرو انتيريور فيو انتروبوستيرو فيو، هتعرف منين؟ في فرقين اساسيين هما ايه؟ الربس اللي هي الانجل بتاع الربس، الانجل بتاع الربس. في حاجه ثانيه ليه كارديو سيركسيشن مش شرط، ما يفرض في باثولوجي والهارت كبير، ده مش فيرتيب. الايبكس بتاع اللانج والكلافيكل، علاقه الايبكس بتاع اللانج بالكلافيكل. خلاص يا جماعه يبقى قلنا الانجل بتاع الريبس ده رقم واحد، تاني حاجه علاقه الايبكس بتاع اللانج بالايه بالكلافيكل. في الانتروبوستيريور فيو الايبكس بتاع اللانج بيبقى تحت الكلافيكل. خلاص احفظوا المنظر ده عشان هوريكم بوستر انتيرو دلوقتي. تاني حاجه ان الانجل بتاع الريبس تبقى اكيوت انجل مش اوبتيوز انجل. اكيوت انجل يعني ايه؟ زوايا حد. خلاص اهي الربا، شايفين المنظر ده؟ شايفين الانجل دي عامل ازاي؟ والانجل دي عامل ازاي؟ كلها اكيوت انجل اهي صح؟ تاني حاجه ان الايبكس بتاع اللانج تحت مستوى الايه؟ كلافيكال. هو ده الفرقين، يبقى كده انترو بوستيريو فيو. غير بقى طبعا الكارديك شيك ده بيبقى انلارجد، واعرفكم ليه دلوقتي بيبقى انلارجد، ولا يقول لي ليه بيبقى انلارجد انترو بوستيريو يبقى شاطر جدا، يبقى فاهم اللي هو الايه الكلام اللي احنا قلناه. ده البوستر انتيريو فيو، شوفوا ايه الفرق بقى؟ ايه الفرق؟ قول الايبكس فوق مستوى الكلافيكال مش تحته ماشي. ده رقم واحد. رقم اتنين شايفين بقى الايه، شايفين الزاويه عامله ازاي، شايفين الزاويه عامله ازاي، شايفين عامله قد ايه؟ اوبتيوز انجل، الزاويه بتاع الرب واسعه، الثانيه تمانيات، انما دي تحس انها نص دايره. خلاص يا جماعه واضحه كده؟ وطبعا الكارديك شادو صغير، يعني او يعني ايه. طب ليه بيكبر في الانتروبوستيرور؟ عشان المفروض ان الهارت بيبقى انتيريور والبوستيرور اصلا بالنسبه للبني ادم انتيريور، وورا في الاورطه وفي الفيرتبرا وفي الاسوفيجاس ماشي، فيعتبر انتيريور. فبالتالي في الانترو بوستيريور فيو يعني الاكس راي داخلي من هنا هيبقى هو بعيد عن ايه؟ عن الفيلم، وبالتالي الايه؟ كونفرجنس هيحصل له ماجنيفيكيشن. خلاص واضحه؟ عرفتوا ليه بيحصل ماجنيفيكيشن دارت في الانترو بوستيريور فيو؟ انما بالنسبه للبوستر انتيريور هيبقى لازق في الفيلم، وبالتالي الايه؟ مش هيحصل ايه؟ ماجنيفيكيشن. خلاص يا جماعه؟ اهو تاني الانترو بوستيريور اللي هي الاكيوت انجل بتاع الرب والايه والكلافيكل تحت مستوى الايبكس تحت مستوى الكلافيكل. خلاص واضحه؟ الاوبليك فيو بقى يعني ايه الاوبليك فيو؟ اللي هو ده من الاخر يعني ماشي.
الاوبيك فيو ده ليه 4 انواع، يعني العيان مبقاش لازق كده في الفيلم ولا لازق كده في الفيلم، خلاص ده يبقى جاي بزاويه كده او جاي بزاويه كده. ليه 4 انواع على حسب ايه ال4 انواع؟ هل هو انتيريور ولا بوستيريور ده رقم واحد، ولا هو ليفت ولا رايت؟ يعني بالتبادل كده هتلاقي في 4 انواع، اللي هو فيه انتيريور اوبليك وبوستيريور اوبليك ورايت اوبليك وليفت اوبليك، اللي هو مثلا هتقول ايه مثلا ايه انتيريور ليفت اوبليك يبقى اسمه كده، او مثلا بوستيريور رايت اوبليك، ماشي. طب احنا بنقول انتيريور وبوستيريور على حسب ايه؟ على حسب البوزيشن بتاع العيان قبل ما يلف، يعني اعتبرنا ان ايه اللي هي الانتيريور اوبليك اللي هو انترو بوستيريور فيو، يعني هو انترو بوستيريور فيو اهون بس قام راجع مايل، بس هو في الاساس ايه انتيريور، يعني هو بص للكاست برضه زي بس الانتيريور والانترو بوستيريور. طب بوستيريور رايت، بوستيريور يعني هو بص للفيلم بوستيريور الاكس راي يخش من ورا ويقوم مايل ناحيه الرايت 30 درجه. بوستيريور ليفت يعني هو برضه نفس الكلام هيلف ناحيه الليفت 30 درجه. خلاص واضحه يا جماعه؟ فبالتبادل هيبقى في 4 انواع. خلاص يا جماعه، روتيشن 30 degrees to one side with other side contacting the cast from the anterior view or posterior interview. خلاص يعني ماشي. ايه الفكره بتاعته؟ ان احنا بيقول لك to see left or right lung بيعمل magnification زي ما قلنا، يعني بيركز قوي. احنا شايفين الباثولوجي في الليفت لانج، قوم جايين ايه لازقينها هي في كاست، ومش محتاجين لانج في حاجه. خلاص فبالتالي لو في اي باثولوجي هيبان اوضح، دي لازقه قوي ماشي يا جماعه، هتكبر دي هتتلغي او هتاخد جزء او حيز اقل. واضحه يا جماعه؟ وتراكيه اند اس بايفوركيشن، الوضع ده يعني اللي هي الاوبليك ده بيوسع كارين، يعني الكارينا بيوسعها، فالسبيس اللي تحت دي السب كارين سبيس هيبقى معنى اوضح ماشي. والريترو كاردياك سبيس زي ما احنا شايفينها هو ده ايه. طب قولي ده ايه بقى، انترو بوستيريور رايت ولا ليفت ولا ايه ظروفه؟ لا ما هو مبقاش اسمه انترو بوستيريور رايت، هو اسمه انتيرو اوبليك رايت او انترو اوبليك، انتيرو اوبليك رايت وانتيرو اوبليك ليفت. خلاص وده المنظر بتاعه، ده الريترو كاردياك سبيس اهو، ده الريترو كاردياك سبيس اللي واضح معانا خلاص اهو ماشي يا جماعه واضحين. وتاني حاجه دي اللنج اللي حصل لها ماجنيفيكيشن شويه، او يعني دي اللنج اللي احنا ركزنا عليها ماشي. بقى اللنج دي ملغيه الى حد ما، واللنج دي واضحه معانا الى حد كبير ماشي يا جماعه. وطبعا تراكيه بايفوركيشن زي ما قلنا شايفين هنا تراكيه بايفوركيشن وضحت برضه معانا. في بقى حاجه اسمها اللاترال ديكيوبيتس فيو، يعني ايه اللاترال ديكيوبيتس؟ وهو نايم ده برضه اللي هو عيان اللي هو ايه ممكن ما يقدرش يتحرك، او لها وظائف تانية غير ان هو يتحرك وما يتحركش، ان هو بيبقى عيان نايم اصلا على السرير ماشي، والكاسيت لازق في بطنه او في ظهره، الكاسيت لازق في بطنه او في ظهره، والايه والاكس تيوب بالعكس. تفتكروا ايه الفايده من حاجه زي كده؟ الميه والهواء، الميه والهواء افتكروها كده. احنا عايزين بالوضع دون الميه تنزل لتحت والهواء يطلع لفوق خلاص. فبالتالي العيان اللي عنده بلور افيوجن وعايزين نوضح بلور افيوجن دون هننيمه على انهي جنب؟ على الديزيزد سايد. ليه؟ عشان ديزيز سايد الميه هتنزل لتحت هتبان معانا، انما اللي في النيوموثوركس هننيمه على انهي جنب؟ لان الهواء يطلع لفوق الاذر سايد، عشان الهواء يطلع لفوق فيوضح معانا اكتر. خلاص يا جماعه الموضوع بسيط قوي، يعني هو ديتكشن اوف سمول اماونت اوف بلور افيوجن، لو في كميه قليله خالص من بلور افيوجن اللاترال ديكيوبس زي ما بجيبها لكم على طول في الثانيه ماشي. وخلي بالكم بلور افيوجن ساعتها مش هتبقى في الانجل، هتبقى في الايه؟ في اللاترال بلور سبيس، فهمتوا؟ هتقوم نازله بالجرافيتي. يعني متوقعوش ان انتوا هتشوفوا اللاترال ديكيوبس هتلاقوا فيه فيوجن في الانجل، لا ده هيتزحلق تحت. خلاص واضحه؟ وتاني حاجه في حاجه اسمها سب بالمونيك افيوجن، دي حاجه انا شفتها يعني ايه؟ شفتها قابلتني، يعني في حاجه اسمها سب بالمونيك افيوجن، يعني في افيوجن بين البيز بتاع اللنج وبين الدايفرام، مش باين معانا قوي. ليه؟ لان لونه ابيض والدايفرام ابيض وتحت ابيض، والليفر تحت ابيض، فمش باين قوي. بيبان ازاي في بوستر اندير فيو؟ ان هو الانجل يعني هو المفروض الدايفرام عامل زي القبه كده، القبه دي بتبقى مزحزحه ناحيه اللاترال الاسفل خلاص. هتلاقي القبه بدل ما هي عامله كده هتلاقيها عامله كده، هتلاقي يعني ايه جت على جنب كده، دي بتعرف منها ان السبلمنت ريفيوجن. عايز تتاكد تعمل ايه؟ تعمل ديكيوبيتس فيو يا جماعه،
لاترة دي كيور دي زيوت، ومن أيام على جنبه شوية المية دول هيسحلقوا فين؟ في اللاترة الأسفل، تقوم من أيام على الجنب. لا مش برضه مش زي اللاترة دي كيور دي زيوت. اللاترة دي كيور دي زيوت يعني إيه؟ دي بتبان حلو جدا ماشي. والسمول أماونت في نيوم سوركس برضه إحنا قلنا إيه؟ هينام على إيه بقى؟ الهيلث سايد عشان هيطلع لفوق زي ما قلنا ماشي. وتو سي لانج اوبسكيورد باي بلورا افيوجن، يعني انت ساعات بتلاقي ايه في ماركت بلورا افيوجن مغطي اللانج خالص صح؟ ماشي. طب انت لو زحلقت شويه الميه دول اللانج فيلد هيبان معاك خلاص؟ نمت على جنبه فشويه الميه دول زحلقوا هيبان معاك ايه؟ اللانج فيلد خلاص؟ وبينام هنا على الهيلث سايد. ليه على الهيلث سايد؟ عشان احنا مش محتاجين ان احنا نشوف الافيوجن، احنا عارفين ان في افيوجن، احنا محتاجين نشوف اللانج. فما نزحلقهم ميديالي ورا الهارت ما يهمناش بقى، يعني هتبعد خالص عن الايه؟ عن اللونج فيلد. وبين لنا اللونج فيلد هل في تيومر، هل في مشكله؟ واضحه كده؟ ده اللاترال ديكيوبتس فيو يا جماعه خلاص؟ ده المنظر بتاع اللاترال ديكيوبتس فيو يعني اللي احنا يعني هو طبعا هنا مقسوم بس هو بيبان ايه؟ كله على بعض. هنيجي بقى اللي هو الايه الحاجات اللي طبعا احنا داخلين في السبيشال من بدري، بس دي ابكو جرام والاورتوتيك فيو الحاجات دي اللي هي ايه؟ يعني مش هتقابلك خالص في حياتك غالبا يعني بالنسبه للاتر دي كوبس دي انا شخصيا قابلتني مره فعلا في صب المير افيوجن، وعملنا لها لاتر دي كوبس وبانت فعلا ان في افيوجن، بس احنا كنا عارفين ان في افيوجن بالالترا ساوند خلي بالكم يعني عشان كده عملنا لها لاتر دي كوبس في الابكو جرام واللوردوتيك فيو. الابكو جرام واللوردوتيك فيو يعني ايه؟ في فرق بينهم. هو الاثنين يعني ايه؟ زي البوستر اند ريفيو اند ريفيو فيو برضه. فالبيشنت بيبقى ليننج باكورد ماشي، بس بنفس الطريقه، هل هو باصص للكاست ولا ايه ولا العكس؟ زي البوستر اند ريفيو والاند ريفيو، بس ايه البيشنت بيبقى ليننج 30 درجه لورا خلاص يا جماعه؟ هو ده الفرق بينهم يعني. فكره الابيكوجرام ايه؟ احنا زي ما قلنا قبل كده لما نحب نعمل ماجنيفيكيشن او نركز على حاجه نعمل ايه؟ نلزقها في الكاسيت اي حاجه عايزين نركز عليها. لا سيبك من المفيش حاجه عايزين نركز عليها نلزقها في الكاسيت خلاص. فاحنا لو عايزين نركز على الايبكس بتاع اللانج نلزق الايبكس كاسيت، قلت لها نعمل له ايه؟ يبقى كاسيت ورايا اهو واعمل كده، يبقى ايه الايبكس بس اللي لازقه في الكاسيت. واضحه كده يا جماعه؟ وفي نفس الوقت انت دلوقتي فتحت اللانج، يعني دي اللانج بدل ما هي باينه كده لكنك يعني ايه فاهم قصدي؟ انت خليتها كده فبرضه هتعمل لي شويه ماجنيفيكيشن فاهم قصدي؟ يعني هيكبر معاكي الايبكس فاهم قصدي؟ اهو الفكره بقى بيقول لك سي الابيكال اند سب ابيكال ريجون ماشي يا جماعه؟ فايده الابيكوجرام ده اللي هو المنظر ده شايفين ده؟ اهو العيان راجع لورا لازق الايبكس في الايه؟ في الكاسيت ماشي؟ يعني ممكن تعمله على وان لانج، يعني هو انا عامل السنتر بوينت على جنب من الجناب، او ممكن تعمله في السنتر عادي والسنتر بتاعه هو نفس السنتر. خلي بالك السنتر ثابت في الاكس ري بالذات، السنتر ثابت يعني اوبليك فيو مش اوبليك فيو مش عارف ايه، هو من قدام يبقى لو يعني هو انتير اوبليك يبقى ايه استرنال انجل، من ورا دي فور سباين. واضحه خلاص؟ اوبليك بقى مش اوبليك، ابوكو جرام مش ابوكو جرام، لوردوي كله نفس الكلام ثابت خلاص. فهو ده هيبقى استرنال انجل برضه عادي لو انت هتجيب البوس لانج بوس ايبكس يعني خلاص. اهو بس هو انا هعملها على الفيلمين لان هو بيقول لك يعني هو جايب كل ايبكس لوحده. شوف هنا اللانج ايبكس باينه واضحه وحلوه ازاي، غير يعني ايه اكنها اتفردت ماشي معانا. وفي نفس الوقت الكلافيكل يعني ايه ليه هي انترو بوستيريور، عشان برضو الكلافيكل تبعد عن ايه زي ما قلنا صح؟ الكلافيكل بعد عنها، فلو في اوباسيتي مش هتغطى عليها خلاص. اللونج ايبكس ماجنيفايد ده بص سايز او كبيره او واضحه، والايه والكليف كبير عنها. انا هسالكم في الاخر عشان اللي مش هيجاوب انتوا حرين بقى، عشان انا مش عارف، انا مش حاسس ان البنات مش مركزين ليه مش عارف ماشي. وبوزيشن قلنا بقى الابيكوجرام هيبقى انترو بوستيريور، بالتالي هو بيبقى فيسنج تيوب باص للتيوب يعني خلاص، ولينينج باكورد 30 ايه درجه. طب اللي هي اللوردوتيك فيو عكسها خلاص، يبقى ده فيسنج كاسيت واضحه، ولينينج باكورد برضه باكورد، يعني هو يعني هو في كلا الحالتين هيرجع يعمل كده، مش هيعمل كده خالص، هو في كلا الحالتين هيعمل كده، بس واحده اندرو بوستيريور زي ما قلنا، واحده بوستيريور واضحه؟
ايكو جرام باستر، ان افتكروا ان ايكو جرام عايزين نلزق الايبكس في كاسيت، فبالتالي هيبقى ايه ظهره للكاسيت. اللوردوتك فيو العكس خلاص يا جماعه. فايدتها ايه اللوردوتك فيو ده؟ اللوردوتك فيو ان انت لما بتيجي تعمل كده انتوا متخيلين ان في فيشرز بين اللونج لوبس، فاهم قصدي؟ اكنك بتفتح الفيشرز او بتوسعها، واضحه دي؟ فبيقول لك تو سي انترلوبولر انترلوبر فيشرز وميدل لوب واللينجولا. يعني انت متخيل انت لما بتعمل كده لو في حاجه في النص هتكبر ايه معاك. فانت لو عايز تركز على الجزء اللي هو اللينجولا، اللينجولا طبعا الليفت، انتوا عارفين الرايت لانج فيها ثلاثه لوبس، الابر والميدل واللور، انما الليفت لانج ابر ولور الاساس واللينجولا في النص، يعني اللينجولا ماشي. فعايزين نركز على فيشرز او عايزين نركز على ميدل لوب، نعمل ايه؟ لوردوتك فيو خلاص. وطبعا برضو نفس الكلام قلنا ايه استرنا الانجل ودي 4 خلاص يا جماعه. في اخر حاجه بقى اسمها ماجنيفايد، ده بالنسبه للبوزيشننج بقى. ماجنيفايد فيلم بنتريد فيلم دي بتعتمد على ايه؟ على الفاكتورز والتظبيط اللي احنا قلناه من الاول خالص. ازاي نعمل ماجنيفايد فيلم؟ قولوا انتوا. نقلل ايه؟ اللي انهي ديستنس؟ الاف اس دي اللي هي فيلد سبجكت ديستنس ماشي؟ انما الديستنس اللي هي الاف اف دي تفضل ثابته زي ما هي، احنا هنحرك العيان ناحيه جوه عشان نكبر، واضحه كده يا جماعه؟ يبقى نصغر ايه عشان نعمل ماجنيفايد؟ فيلد سبجكت ديستنس اف اس دي خلاص. طب وليه نعمل ماجنيفيكيشن؟ ان نكون نستخدمها في الانفانس، يعني طفل صغنن خالص عايزين نكبر الشيست بتاعه نكبر السكاب بتاعه اي حاجه نبعده شويه عن الايه؟ عن الكاست خلاص واضحه. طب بنتريتد فيلم يعني ايه؟ بنتريتد فيلم يعني ايوه اوفر بنتريتد، يعني احنا استخدمنا هاي كيلو فولت وهاي ميل امبير، استخدمنا سترونج اكس ري بي، وبالتالي عمل سترونج بنتريشن، حرق السوفت تيشو. طب ايه الفكره ان احنا عايزين نحرق السوفت تيشو؟ احنا عايزين نركز على البون، ما يلزقناش السوفت تيشو، احنا بندور على مثلا بوني تيومر اي حاجه ومعلمين بنتريتد فيلم، واضحه كده يا جماعه؟ بوني ليجن استراكشن ده الاساس يعني. تاني حاجه لو في ريترو كاردياك ليجن، يعني عشان يحرق السوفت تيشو بتاع الهارت فيبين الايه الريترو كاردياك سبيس او الريترو كاردياك. وتالت حاجه الكارينا، الكارينا الهواء برضو اللي جوه التراكيه في البنتريت فيلم هيبقى يبان اوضح من السوفت تيشو، لان اللنجه هتتحرق ماشي؟ ايه بالنسبه احنا كده خلصنا بوزيشننج خلاص يا جماعه. بالنسبه لشويه الاناتومي انتوا المفروض تعرفوهم إيه؟ طبعا ده الانتيرو بوستيريو، انتيرو بيبقى ايه ستريت زي ما قلنا، لما تيجي تعده حتى يبقى ده الستريت وده الايه اللي مايل قدام، ده اللي ايه الانتيرو بورشن بتاع الايه الريب، يعني بوستيريو بورشن بتاع الريب يبقى مستوي وبعد كده راجع لايه جنب. هو لو شفناه على الهيكل العظمي دون هنلاقي ده، يعني لو تخيلته ده اهو مستوى اهو جاي بايه بجنب. طب الحته دي دي الكارتج اللي احنا اصلا ما بنشوفهاش في الاكس راي، فهمتوا؟ يعني مش حد يقول لي ده لا ده من قدام طالع لفوق اهون، فاهم قصدي؟ لا ده هو من ورا ستريت من جاي بيميل لقدام، والجزء ده كله كده ما بيتشافش اصلا في الاكس راي لانه ايه؟ كارتليج ماشي؟ شويه الاناتومي انتوا عارفينهم بقى اللي بالنسبه للهارت، الهارت بوردرز معموله ازاي؟ في البوستر انتيريو فيو في اللاترال فيو الليفت كاردياك بوردر والرايت كاردياك بوردر. الليفت كاردياك بوردر معموله بايه؟ اول حاجه الايه؟ الاورتيك ناكل، بعد كده الايه؟ بالمونري ارتر خلاص؟ وبعد كده ايه؟ حته من الايه؟ الليفت اتريم، يبقى اسمها ليفت اتريم امنديجيس ماشي؟ وبعد كده ايه الجزء الاكبر ايه؟ ليفت فينتر خلاص واضحه؟ بالنسبه للرايت اسبكت الابر ثيرد واللور تو ثيرد، الابر ثيرد معمول بايه؟ سوبيريو فينا كافا، واللور تو ثيرد معمول بايه؟ رايت اتريم. يعني معنى كده ان رايت فينتر مش باين معانا خالص في بوست فرانتير فيو. ليه؟ لانه بيبقى ورا الاسترنم على طول وباصص لنا يعني، فبالتالي ما بيبقاش ايه؟ يعني ما بيساهمش في البوردر ماشي؟ طب ما انه باصص لنا يعني هو ده الرايت فينتر ماشي؟ طب ما انه باصص لنا يبان في حلو فين؟ او البوردر بتاعه يبان فين؟ في اللاتر فيو صح؟ هو موست انتيريور يعني ايه موست انتيريور تشيم، وبالتالي هتبان في اللاتر فيو اهو، ده الايه؟ رايت فينتريك الاول خلاص يا جماعه، والليفت فينتريك وايه؟ والليفت ادري، والاورطه هيبان طبعا ايه؟
اللي هو الاورتيك ارش نفسه بقى ايه هيبان معانا. خلاص دي نفس الكلام برضو، بيقول لك ان هنا بيبقى سيرد وتو سيرد، التراكية والاورتيك ناكل، وبعد كده البالمونرا ارتري والحاجات دي، يعني نفس وصف نفس الكلام اللي احنا ايه قلنا. دي بيبقى اسمها طبعا ايه كارديوفرينيك انجل، ماشي، ودي كوستوفرينيك انجل. خلاص دي اسمها كارديوفرينيك انجل. كارديوفرينيك انجل دي المفروض بتبان حلوة قوي فين؟ في اللاتر فيو اللي هي دي، شايفين دي الحتة دي كارديوفرينيك والحتة دي كارديوفرينيك انجل، يعني من الجناب كارديوفرينيك انجل من الجناب، ومن قدام كارديوفرينيك انجل من قدام. خلاص اللي هو الحته دي، شايفين الحته دي، الحته دي دي كارديو فرينك انجل، ودي برضو كارديو فرينك انجل، ماشي، نفس الكلام اللي احنا قلناه. سوبرو فينا كافا، البالمونري ارتري، الرايت اتريم، ده اورتيك، اورتيك ارش او اورتيك ناكل، والبالمونري ارتري برضو، والليفت فينتريكل الحته الصغننه دي، شايفين دي، دي ليفت فينتريكل، وبعد كده الايه بالمونري ارتري، سوري الاورطه، وبعدين بالمون ارت، وبعد كده الليفت فينتريك، وبعد كده الليفت اتريوم سوري ابنديجيس، وبعد كده الليفت فينتريك. خلاص في نقطه مهمه وحلوه في الحته دي، شايفين الخط ده، دي ساينز، ساين من الساينز اللي مهمه في الاكس راي، يعني غالبا مش هتسالوا فيها، بس شايفين الخط ده ليه هنا الدايفراجماتيك بوردر باينه وهنا مش باينه؟ لان في بينهم اريتد لانج، في بينهم اريتد لانج، ماشي، فاهمين يا جماعه؟ طب لو الخط الاسود ده اختفى يبقى في هنا ايه باثولوجي ايا كان، الجزء ده من لانج حصل فيه باثولوجي، فالخط ده وجوده كحاجه نورمال مهمه وعارفينها حاطينها في دماغك. خلاص الخط ده يعني معنى كده، طب لو اختفى، ممكن واحد يقوم حاطط لك فيلم والخط ده مختفي على قد الحته دي، يقول لك الفيلم ده فيه مشكله، تقول له لا عشان مفيش حاجه، ماشي، دي من احد الساينز اللي هي بتاعت النيمونيا او الاوباسيتي او الكولابس او اي حاجه يعني، عامل اي باثولوجي يعني. زي دي بقى قال لك الليفت كارديك بوردر والرايت كارديك بوردر زي ما احنا قلنا قبل كده. دي يعني الفيشرز اللي هي بتاع اللنج، يعني ازاي تعرف ان هي ابر وميدل واللور، ماشي. احنا المفروض يعني بنبدا في اللاتر فيو او في البوستر انتيرو فيو ب 6 ريب، يعني نيجي نعد اهو 1 2 ثلاثة أربعة احنا عدينا غلط تقريبا، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة، المهم يعني 6 ريب، النقطة دي نقطة ال 6 ريب دي لاترال 6 ريب، ماشي، ده نقطة التقاء الهوريزونتال فيشر والأوبليك فيشر الاتنين مع بعض، خلاص بيطلع منه الهوريزونتال فيشر وبيطلع منه الأوبليك فيشر، خلاص، أو يعني النقطة دي اللي بيمثل عندها، يطلع منه هوريزونتال فيشر وبيطلع منه الأوبليك فيشر، خلاص يا جماعة. وبالنسبه لللنج دي على اساس ان هو المفروض ما فيهاش هوريزونتال فيشر، انت عارفين طبعا الليفت لانج عشان كده هي تو لوبس بس مش ثلاث لوبس، ماشي، ان هي الاوبليك فيشر ده او بيبقى اسمه جريتر فيشر، خلاص الاوبليك فيشر بس هو اللي موجود، فبالتالي في ابر لوب واللور لوب، المفروض بينهم ايه لينج لوب. بنيجي عند السكس ريب، خلاص السكس اللاترال بوينت بتاع السكس ريب، وننزل خط مايل وخط ايه ماشي مستقيم. بالنسبة بقى لللاترال اسبكت، يعني لما يجي قصدي سوري اللاترال فيو، الهوريزونتال فيشر النقطة دي بتيجي فين؟ عند دي، عند دي 6، خلاص كلام، بتمشي هوريزونتال لاين واوبليك لاين، ماشي، هوريزونتال لاين واوبليك لاين عند برضو اللي هي 6 ريب او دي 6، خلاص في فرق بين الرايت لانج والليفت لانج، الكلام ده هتقروه في المذكرات بتاعتكم، يعني عشان انتوا بقى لو يعني عايزين بقى الذكاء قوي، يعني انتوا لو حد جاب لكم لاتر فيو قال لك دي الليفت لانج ولا الرايت لانج مثلا، الاوبليك فيشر دون بيبقى واضح لحد كبير في اللاتر فيو، ماشي، الاوبليك فيشر دون في الرايت لانج بيبقى ورا الكوستوفرينيك، يا شوف الكارديوفرينيك، سوري كارديوفرينيك انجل وراها تقريبا ب 2 سم، ماشي، انما في بالنسبه للليفت لانج بيبقى جاي بالظبط عند الايه، يعني الخط دون منتهي بالظبط عند الايه النقطه دي، ماشي، انما في الرايت لانج بيبقى قبلها بايه، هو طبعا خيال علمي يعني، بس مش مشكله.
لا برضه لازم في الكاست. انت مثلا لما يقول لك ان في باثولوجي في الرايت لانج، ماشي، هتعمل له ايه؟ انه لاتر ريفيو، رايت لاتر ولا ليفت لاتر؟ الزق رايت في الكاست يا جماعه، هو قاعده عامه، الباثولوجي عايزين نشوفه فين، نلزقه في الكاست خلاص. في باثولوجي في الرايت لانج، يبقى ايه؟ نلزق الرايت لانج في الكاست، ما نفكرش كتير خلاص، واضحه. في كسر ورا في الاوكسيبيتال، هيبقى نعمل له يعني المفروض ان الروتين ان احنا نعمل بوست لاندين ريفيو مثلا في الاسكال، انما الكسر هنا عايزين نشوفه حاله، الزقها في الكسر برضه واعمل له انتروبوسير يبقى احسن خلاص، واضحه. باثولوجي اللي عايزين نشوفه الزقها في الكسر خلاص. بس ثانك يو. اي اسئله طيب ولا اي حاجه؟ بص، هو في قاعده دي في السي تي وفي الام ار وفي الاكس ري وفي كل حاجه دي. انا يعني ايه بالنسبه للسي تي والام ار، انت ممكن تشوف اللي هو السيليك ترانك وهو طالع، انت بتبقى شايف طبعا الاورطه والسيليك ترانك في اللاترال في السيرجيكال ريفورمات يعني، ماشي. ممكن تشوف السيليك ترانك وهو طالع، يبقى دون عندي دي 12 ال 1 وتعد من تحت لفوق. تفرض ان انت عايز تعد من فوق لتحت، هتيجي عند الايدج، الاور ايدج بتاع النيبرو ستيناي، الابر ايدج بتاع النيبرو ستيناي، وهتشد خط دي، هتبقى بين دي 3 دي 4 خلاص، يبقى اللي تحتها دي 4، تعد 4 5 6 7 خلاص. واضحه كده يا جماعه؟ يا ماشي. يعني لو اعتبرنا ان دي، شايفين دي الابر ايدج بتاع الايه، هي طبعا هنا عشان الحته دي محروقه شويه فمش واضحه يعني، بس دي الابر ايدج بتاع الايه من النمبر مسترين. لو عدينا كده يبقى دي 3 دي 4، يبقى دي دي 4 خلاص يا جماعه. يبقى دي دي 3 دي 4، ماشي، دي 4 5 6 7 كده يعني، ماشي. اي اسئله يا جماعه؟ لا، ما هو انت في الاول احنا قلنا في اتنين ديستانس يا ياسر، اف اف دي واف اس دي. الاف اف دي اللي هي ايه؟ فيلد فيلم ديستانس، فيلد فيلم بين بين الفيلد اللي هو التيوب والفيلم. انما الاف اس دي اللي ايه؟ فيلد سبجكت ديستانس، يعني بين التيوب وبين السبجكت. فاهم قصدي؟ مش معنى ان هم لازقين في بعض يبقى هم قد بعض، احنا ممكن نحرك السبجكت ده بمزاجنا، نصغر الاف اس دي يعني، نبعد ليه؟ مش نقرب التيوب، نبعد العيان عن الكاسيت. فهمت؟ كل ما نبعد العيان عن الكاسيت، ان زي ما قلنا اكس ري بيبقى كونفرجن، ماشي، فاهم قصدي؟ في حدوده بتكبر. وهو ده السبب برضو زي ما قلنا قبل كده ان الهارت بيبقى كبير في اندروكسور فيو. طب صبيان يعني حركة تمام، تعمل معاه ماجنفيكيشن خلاص يا جماعة. طب قولوا لي بقى بسرعة، ايه الفرق بين الانتر بوستيرور والبوستيرور انتيرور؟ الايه؟ الابيكس، لونج ابيكس بيلو الكلافي، بيلو الكلافي. تاني حاجة الانجل بتاع الريبس ايه؟ اكيوت انجل. انما بوستر انتيريور فيو زي ما قلنا ايه؟ اهو الايبكس، لونج ايبكس بيلو، سوري، اباف الكلافيكل، والانجل ايه بتاع الريب ايه؟ وايد خالص، مش اكيوت انجل، مش ثمانينات خلاص. تاني حاجه بقى الحاجه الثانويه، ان الكارديك شادو هنا كبير وصغير، وعرفنا ليه الكارديك شادو بيبقى كبير وصغير خلاص، واضحه. طب ليه بنزود الكيلو فولت وملي امبير في اللاترال فيو؟ عشان بيزيد السيكنس، الاكس راي المفروض يعدي منه سيكنس كده غير السيكنس كده خلاص، فبالتالي لازم نزود قوه الاكس راي بي، واضحه. بس كده انت كل حاجه كده بيتهيألي تمام، ماشي يا جماعه، شكرا. التسجيل لسه شغال ولا تعرف تقفله؟ ما سجلتهاش ليه؟ انا ما اعرفش، ما هو انا سجلت اقول له بس انا جاي اسلم عليك، تبني ضغط تمضي اللو بورد بتاعك.
يا جماعة حددت في البتاع ده، شيل يا ابني، استنى 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 عشان